يعني كل طبعا بيتابع الامطار اللي بتحصل في بعض المناطق ومناطق تانية خالص، بتكلموهم تقول لهم عندكم مطر؟ لا مفيش. فمجموعه من التقلبات الجويه بنعيشها الايام اللي فاتت دي وتقريبا مكمله معانا الايام اللي جايه، ما بقيناش عارفين ده احنا كده دخلنا الربيع ولا الشتاء رجع التاني ولا ايه اللي بيحصل. خلينا نروح لدكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه نفهم منها ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه. دكتور كل سنه وحضرتك بخير، ولو تطمنينا على الاحوال الجويه في الايام القادمه. طبعا كل سنه وحضرتك بخير وكل المصريين بخير يا رب. يمكن احنا اليوم بالفعل شفنا حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وكانت حاله جويه سريعه جدا. شفنا انخفاض في قيم درجات الحراره، وطبعا سقوط امطار اللي كان متفاوت الشده في اغلب محافظات شمال البلد، وبعض الاماكن كمان كان فيها نشاط للرياح، وده بفعل منخفض جوي كان موجود في طبقات الجو العليا، وده اللي عمل على التقلبات الجويه. لكن زي ما قلت في الاول هي سريعه جدا، كانت مدتها اليوم من بكره ان شاء الله الاثنين. طب معلش يا دكتور الاول قولي لي، هو ده طبيعي في التوقيت اللي احنا فيه ده ولا في حاجه عارضه؟ لا هو طبيعي جدا في الفتره دي من السنه، لان احنا بدانا فصل الربيع وعندنا الفصول الانتقاليه. متاكده يا دكتور ان ده ربيع؟ ده باين انه شتاء خالص. ما هو احنا عندنا الفصول الانتقاليه زي الربيع والخريف دايما بياخدوا من الفصول القبليه والبعديه، يعني احنا عندنا النص الاول من فصل الربيع بيكون لسه في بعض سمات فصل الشتاء، فوارد جدا في التقلبات الجويه، وارد جدا حالات عدم الاستقرار، الانخفاض في قيم درجات الحراره. الفتره دي من السنه كمان طبيعتها التذبذب الكبير في قيم درجات الحراره ما بين يوم للتاني، يعني يوم هنلاقي فيه انخفاضات ملحوظه، يوم هنلاقي فيه ارتفاعات ملحوظه. اليوم الواحد ممكن نشوف فيه الفصول الاربعه، يعني ممكن نشوف فيه الامطار وارتفاع الحراره وانخفاض الحراره، ونشوف كمان في الاتربه دي طبيعه الفتره دي من السنه. عندنا النص الثاني من فصل الربيع ياخد بعض سمات فصل الصيف، فهنلاقي النص الثاني معظم الايام درجات الحراره بتتجه نحو الارتفاعات. احنا بنسجل في فصل الربيع اعلى درجه حراره على مدار العام كله، خاصه في النص الثاني من فصل الربيع، لكن ما بنحسش بيها قوي لان نسب الرطوبه في الربيع بتكون منخفضه عن فصل الصيف، عشان كده عندنا الصيف هو اللي بيحصل فيه احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره. من بكره ان شاء الله هيحصل تحسن في الاحوال الجويه، هتتلاشى فرص الامطار من على كافه مناطق الجمهوريه، يحصل ارتفاع في قيم درجات الحراره بمعدل درجتين عن اليوم، لان احنا اليوم سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه فتره النهار، بكره ان شاء الله متوقع 22 درجه مئويه، مع يوم الثلاث ان شاء الله هنبدا نشوف ارتفاعات في قيم درجات الحراره، ويمكن تكون ارتفاعات ملحوظه كمان. هتكون العظمى على القاهرة الكبرى يوم الثلاث 26 درجة مئوية، الأربع والخميس توصل ل30 درجة مئوية، ده طبعا أعلى من المعدلات بحوالي 6 ل7 درجات. هنشوف ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، الكتل الهوائية الصحراوية هتأثر علينا، بالإضافة كمان مرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، فهيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس. فدي كانت حالة جوية سريعة، هنبدأ ارتفاعات في الحرارة إن شاء الله بشكل ملحوظ، ذروه الارتفاعات الاربع والخميس مستمره من عمل الارتفاعات لحد نهايه الاسبوع او بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، وهتستقر الاجواء بشكل كبير. لكن برضه بنأكد، طيب يا دكتور معلش انا عايز اسالك، طب درجات حركه ترتفع على اخر الاسبوع، الناس بقى بتبتدي على طول تخفف، ما هو عمالين يلبسوا شتوي في يلبسوا صيفي، فحضرتك شايفه ايه في الموضوع ده؟ وهل درجات الحراره هتعود للانخفاض مره اخرى بعد الويك اند ولا الموضوع ايه؟ احنا طبعا بنأكد على كل الساده المواطنين، رغم ان هيكون في ارتفاعات في قيم درجات الحراره وممكن بعض الناس تضطر ان هي تخفف فتره النهار، هنأكد على فترات الليل، لسه الملابس الشتويه معانا فترات الليل، على طول فتره الليل وفتره الصباح الباكر، هنلاقي فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل كبير جدا، الناس هتنخدع في الدفء فتره النهار وممكن تغير الملابس. تجنبا طبعا لنزلات البرد نستمر في ارتداء الملابس الشتويه وفترات الليل وفتره الصباح الباكر، ويمكن ده هيكون على الاقل معانا لحد نهايات شهر 4، يعني احنا وارد جدا مره اخرى يحصل انخفاض في قيم درجات الحراره فتره النهار، فترات الليل هيظل فيها الاجواء ما بين مائله للبروده او بارده، يعني لسه هنحس فيها بانخفاض قيم درجات الحراره فتره الليل او فترات الليل المتاخر والصباح الباكر. عشان كده احنا بنأكد لسه ما نستغناش عن الملابس الشتويه دلوقتي، وتخفيف الملابس مش هيكون في الفتره دي من السنه، تجنبا طبعا لنزلات البرد. كمان الربيع هو موسم رياح الخمسين والاتربه والرمال المثاره، مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه مهم جدا في الفترات اللي جايه نتابع يعني النشرات الجويه بصوره يوميه، واليوم طبعا اللي هيكون فيه الاتربه والرمال المثاره يفضل قبل الخروج ان احنا طبعا نرتدي الكمامه.
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.